بعد اللجوء والهروب من يوميات الموت، غالباً ما كان السوريون يفضلون أو يختارون البقاء في أماكن حيث يقيم أبناء بلدتهم أو أقاربهم، لكن قوانين اللجوء الألماني لم تكن تتيح تحقيق هذه الأمان إلا بعد مضي 3 سنوات من بقائهم في المكان الذي اختارته لهم البلدية. الحكومة الألمانية أعادت يوم الجمعة الماضي النظر في القانون من جديد عبر الموافقة على مشروع آخر يلزم اللاجئين بعدم اختيار مكان إقامتهم. ووفقاً لوزير الداخلية الألماني، فإن الهدف من هذا الإجراء الرغبة في توزيع متساوٍ بين طالبي اللجوء على المدن، وتفادي تكون مجتمعات للسوريين اللاجئين تزيد من عزلتهم في المجتمع الألماني. هذه الخطوة سرعان ما أثارت اعتراضات من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين، انطلاقاً من أن هذا اللاجئ ما زال يعاني من ظروف نفسية صعبة، ولذلك فهو بأمس الحاجة للبقاء قريباً من أهله وأصدقائه. في المقابل أبدى بعض السوريين تخوفهم من أن تكون الخطوة الجديدة مقدمة لفرض قوانين تحد من حركتهم بين المدن كما حدث في تركيا مؤخراً. إذن هل يأتي هذا القرار لصالح دمج السوريين في الحياة الألمانية أم يزيد شعورهم بالغربة والعزلة والانفصال عن الأهل والذكريات؟